نظرا لانقضاء مدته، قررت هيئة أسواق المال إلغاء ترخيص صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية المدار من قبل شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وتعيين الشركة كمصفي للصندوق، والبدء بمباشرة التصفية بعد شهر من القرار، وإلغاء قيد صندوق بيتك كابيتال للعقارات المحلية من سجل الصناديق لديها عقب الانتهاء من أعمال التصفية. وبحسب المادة الرابعة من القرار، يتوجب على مدير الصندوق أن يستوفي كافة الالتزامات المقررة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.